كذب عدد من شيوخ عشيرة الجنابيين المسرحية التلفزيونية التي نشرها تحالف عزم بادعاء ذهاب وفد منهم مع النائب السابق زيد سويدان الجنابي لزيارة ناحية جرف الصخر، حيث بيّنوا أن هذا الوفد الصغير لم يصل إلا إلى منطقة الحي العسكري وبالقرب من الطريق الحولي لدار الشيخ طالب الجزاع المسعودي، ومنعوا منعاً باتاً من تجاوز الحي العسكري، وانحصر الطريق المرسوم لهم بالمرور من الرويعية إلى الفاضلية فقط، على الرغم من أنهم طلبوا السماح لهم بدخول المنطقة والتقاط بعض الصور فيها لحفظ ماء وجه رئيس كتلة عزم خميس الخنجر الذي أطلق وعداً أكبر من حجمه وقدرته بكثير وأوقع نفسه في حرج كبير. يعني مسرورين، وهذا احنا نعتبره عيد بعيدين. وعلى الرغم من البهرجة الإعلامية التي حاولت كتلة عزم إحاطة هذه الزيارة بها وما وصفه بعض قياديها من أنه نصر وتحقيق للوعد، بس على طاري الكذب، على طار الكذب، انت ما وصلت الجرف الصخر، ما وصلت المركز المدينة مال جرف الصخر يا زيد سويدان الجنابي، ما وصلت. يعني ما اعرف انت ليش هيك تكذب على العالم. زين راح اعطيك دليل بعد، راح اشوفك تقرير ثاني من مكان ثاني لك وعن لسانك. قلت احنا ما رايحين نبيض وجه احد، انت قلت ما رايحين نبيض وجه احد، يعني ما رايح تبيض وجه خميس الخنجر. عمي خميس الخنجر قال حكاية، انت شكو راكض ورا خميس الخنجر؟ حكى حكاية وتورط. انت نسيت هذولا؟ انت يعني شلون تكذب على اهلك وناسك؟ انت هذولا مو نفسهم اللي مسيطرين على الارض؟ اما كتلة وعمك هسه صاروا اصدقائك؟ اللي كتلة وعمك هسه صاروا اصدقائك؟ ليش ما تقول من أمه هذول هسه؟ خلاص بعد ما تقول، تتذكر أطلع لك فيديو وانت تقول منه اللي كتل عمك؟ أجيب لك يا للفيديو؟ لو هذا هنا كافي، عيب يعني. انت دا تكذب على أهلك وناسك؟ هو تشي طببك الجرف الصخر؟ زين أريد صورة وحدة. إذا أنا كذاب يا زيد الجنابي، إذا أنا كذاب أريد صورة وحدة إلك داخل المدينة ما جرف الصخر، مو يم الشيخ الخزاعي. صورة. زين أنا راح أبقى وراك بموضوع كلش مهم. على طار الكذب، على طار الكذب يا سيد زيد، إيش وقت حضرتك تشيل هذا الفيديو؟ ترى عيب. خلي أسمع للناس، ترى عيب. هاي عليك، جيب لي يا هاي عليك. هاي مو مالتك، هاي مبيوقة، هاي ما سيد مقتدى يا، إلا تشيلها من الصفحة. يلا كف عنك يا أخا، والله ماكو إلا تشيلها من الصفحة. زين إذا أنت الآن مرشح وتكذب علينا تقول أنا طبيت مركز المدينة ما تجرف الصخر، وتكذب علينا وتبوق أغنية مو مالتك، هذا بوق لو مو بوق، هاي أغنية ما سيد مقتدى، هاي مبيوقة، أهلك شلون يثقون؟ شلون تبوق أغنية ما سيد مقتدى؟ إذا اسمع دا يقولوا لا نضحي لك دم وارواح، أنت من يضحي لك؟ اثنين بمنطقتك ما يضحوا لك. هذا يحكي عن واحد، عن سيد مقتدى عنده ملايين تمشي وراه، انت من عندك؟ انت ليش تفوت نفسك باماكن مو صحيحه؟ قال لك خميس الخنجر ذب نفسك بالشط، ذب نفسك بالشط؟ والله اذا ما تمسح هاي الاغنيه من صفحتك انا ما كف عنك يا اخي، كفيلك الله. والله واني عاني فد واحد لحوح يعني، انق هوايه. اسمعني زيد الجنابي، انا انق هوايه.